طبعا هو خدم الموعود العربي الاسلامي وسط الترجمه، ولكن خدم كذلك من الموعود الاغريقي. دونك لا يفوتني بمناسبه هذا اللقاء دون الحديث عن جمعيه قدماء تلاميذ ثانويه الامير مولاي رشيد، وعلى راسهم طبعا على راس هذه الجمعيه الاستاذ رضوان المصطفي الذي ساهم في هذا اللقاء في هذا الجمع الذي جمعني بالابناء مدينه مشرق القصيري مدينتي. بين العلماء هو جاليلي الذي قال انه الطبيعه تخشب فجاء جاليلي ليس هناك تدخل من هذا الجانب او من هناك. في اطار الانشطه التي تنظمها جمعيه قدماء تلاميذ ثانويه الامير مولاي رشيد بمشرق القصيري، والتي تهدف الى تخصيب الثقافه وتنويع مصادر المعرفه والفكر، ارتأت ان تنظم هذا اللقاء العلمي الاكاديمي الفلسفه والصحه احداثيات التقاطع والقطيعه من القاء الدكتور محمد سرو ابن مدينه مشرق القصيري، وهو طبيب جراح وايضا باحث في الفلسفه، ونال كتابه النظر والتجريب في الطب الاندلسي بين ابن رشد وابن زهر جائزه الكتاب لسنه 2016. هذا اللقاء الذي نظم بالمركز الثقافي بمشرع ابن القصيري كان قويا على مستوى المحاضره التي تفاعل معها الكثير بمداخلاتهم القيمه وبتنوع مشاربهم وتخصصاتهم، والتي أغنوا من خلالها وأثروا النقاش على اعتبار أن علاقة الطب والفلسفة علاقة خضعت لمجموعة من التغيرات والتحولات، كان هناك في بعض الأحيان تماس وكان هناك التباس، وبالتالي هذا اللقاء هو يبين مدى حضور الكفاءات الغرباوية في المشهد الثقافي الوطني، وأيضا اهتمام الناس بكل الأنشطة النوعية التي لها طابع يرفع من شأن الفكر الثقافة ويضع رهانات لتنمية المجتمع وأيضا لخدمة الإنسان والاهتمام بالإنسان. شكرا.